ازيكم، انا رنين. عارفين ايه هي الابراج الصينيه؟ في الصين في 12 برج صيني على اسم 12 حيوان، والسنه دي بتوافق برج النمر. دوره الابراج الصينيه هي 12 سنه، وبرج كل شخص بتحدد على حسب السنه اللي اتولد فيها. كل برج من الابراج ليه اسطوره شعبيه، عشان كده اتشكلت مجموعه من المفاهيم التقليديه، زي مثلا التوافق في الابراج وسنه الميلاد وقت الجواز. وكمان مؤخرا ناس كتير بتاخد ابراج كتميم العيد الربيع ورمز للانشطه الثقافيه. النهارده هنتعلم اسماء الابراج الصينيه وطريقه استخدامها. اول حاجه الابراج الصينيه يعني شن سيا شن سيا، فار يعني شو شو، تور يعني نيو نيو، نمر يعني خو خو، ارنب يعني تو تو، تنين يعني لون لون، تعبان يعني ش ش، حصان يعني ما ما، خروف يعني يان يان، ارض يعني خو خو، ديك يعني دي دي، كلب يعني جو جو، خنزير يعني جو جو. فمثلا سنة 2022 هي سنة النمر، ودي بنقولها بالصيني دينيان شي هونيان دينيان شي هونيان. فاللي اتولد السنة دي هنقول عليه شو هو شو هو، وبنستخدم نفس الصيغة مع تغيير اسم الحيوان حسب سنة الميلاد. لو عايزين تعرفوا انت برج ايه اكتبولنا في الكومنتات. باي باي.